ميسان، رح ننتقل لثنائية المكان والإنسان وما تحمله من طاقات قادرة على التأثر والتأثير لتحقيق التناغم بين داخل الإنسان وخارجه. كانت وما زالت موضع اهتمام الإنسان الذي يحاول تكييف محيطه بما ينعكس عليه إيجابا، ولذلك نجده بيهتم بالمكان، سواء كان بمكان اللي هو عايش فيه المنزل أو بمكان اللي بيشتغل فيه العمل، ليحقق المزيد من السعادة والصحة بالحياة. يعني سالي، عندما نتحدث عن طاقة المكان وعلاقتها بالهندسة، بيبرز دور اختيار التصميم الداخلي والديكور والمفروشات وحتى الألوان وأسلوب توزيعها والإضاءة يلي بتكون موجودة ضمن المنزل أو أيضا مكان العمل. لحتى تحكي عن هذا الموضوع، الهندسة وعلاقتها بالطاقة، معنا المهندس ضياء عكاري، دبلوم طاقة حيوية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا هيك نعرف مشاهدينا هيك عن الطاقة وشو ارتباط الطاقة بالهندسة. هلأ قبل ما نعرف الطاقة وعلاقتها بالهندسة، بدنا نحكي عن مفهوم شوي صغير اللي هو مفهوم العمارة النوعية. هذا المفهوم العمارة النوعية. هذا المفهوم من وين إجا؟ هذا المفهوم إجا من شيء اسمه الفيزياء النوعية، اللي هي مختصة بدراسة أنواع محددة من الطاقة. وبالتالي في عنا شيء اسمه عمارة نوعية، اللي هي بتدرس نفس النوعية المعينة من هي الطاقة. طيب شو هدف هي العمارة النوعية؟ مثل ما كنتي عم تحكي إنه إحنا صار في عنا هلأ شيء شغلات إضافية بوقتنا الحالي. يعني ما عدنا مثل زمان، يعني هلأ صار في تطورات جديدة، صار في تكنولوجيا جديدة، وبالتالي صار في عنا وعي أكبر لشيء اسمه مفهوم الطاقة. العمارة النوعية تهدف بشكل أساسي إلى دراسة الطاقة وعلاقتها بالبيئة المبنية لتحقيق راحة لمستعمل هذا المكان، وسواء كان هذا الشيء بالبيت أو بالعمل أو بأي مكان تاني. فمن هذا المنطلق نحن بدنا ننطلق لنوصل لغايتنا اللي سبق وقلتها لحتى نحقق هذا الشيء. يعني كنت عم تحكي لنا عن، قلت لنا انه الموضوع هو فيزيائي، كنا عم نحكي تماما تحت الهواء، فشو هو هذا الموضوع؟ كيف بتكون آليته؟ هلا اول شيء بدنا نفهم موضوع الطاقة هو شو. في عنا طاقة حركية، في عنا طاقة إشعاعية، في عنا طاقات كثير. فالطاقة اللي ندرسها احنا بهذا المجال هي المجالات الكهرومغناطيسية او الامواج الكهرومغناطيسية وتأثير على الفراغ وعلى الانسان بشكل مباشر. تمام. هلا في دراسات كتير صارت، واحد هاي الدراسات هي دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية، شكلوا فريق من الخبراء، وهذا الفريق كان الهدف الاساسي منه انه يدرس تأثير الامواج والمجالات الكهرومغناطيسية على الانسان. بنتيجة هي الدراسة وصلوا لنتيجة انه الانسان بيتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية اللي حواليه. ممكن هذا التأثير يوصل للخلايا العصبية، ممكن يصير اذا وصل لمستويات عالية ممكن يصير في استثارة بالعضلات، فهذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على البني آدم، يعني بيعمل امراض حتى بيقولوا بعض الاحيان. تماما. وبنفس الوقت كمان في عنا ابحاث اثبتت انه الطاقة مو هي تأثيرها بس تأثير سلبي، أثبتت أنه تأثير الطاقة في عنا مستويات معينة من الطاقة بتحقق راحة إيجابية، يعني بتحقق شيء إيجابي لمستعمل هذا الفراغ. أحد هاي الدراسات أجروها بروفيسورين، البروفيسور الأول اسمه مايكل جولانت، والبروفيسور الثاني روسي هو البروفيسور ديمتري ديفياتكوف. هدول البروفيسورين كانوا عم يدرسوا تأثير الأمواج وعلاقة الأجهزة الطبية بالأمواج، فوصلوا لنتيجة انه تأثير هاي الأمواج هي عم يكون في لها تأثير إيجابي معين على على جسم الإنسان. استاذ ضياء، خلينا نحكي هيك بشكل مبسط شوي للمشاهدين، لنحكي اكثر عن ديكور البيت. بما انه نحن اليوم عم نحكي عن طاقه المكان وطاقه على العمل، قديش بيأثروا ايجابا وسلبا احيانا اذا استخدموا بالطريقه الخاطئه؟ يعني مثلا كل هلا سيده حابه تفوت على منزلها تعمل له هيك تعديلات بسيطه، بعض هيك الامور اللي بتحب توجه لهم اياها. طيب تفضل. هلا اهم شغله بدنا نفهمها نحن انه كيف الطاقة بتمشي بقلب البيت لحتى انا بدي ظبط الديكور بشكل معين بهذا البيت. هلا اول شيء بشكل اساسي في عنا مصدرين للطاقة كتير اساسيين. اول واحد اللي هو الشمس. الاشعاع الشمسي هو مصدر كتير مهم للطاقة. صحيح. طبعا هي بشكل ايجابي بالمطلق، ما في لها اي تأثير سلبي الا اذا قعدنا مثلا بفترة طويلة ممكن يصير في ضربة شمس او في مشاكل تانية بس دخوله على المنزل كتير بس طاقيا. تماما طاقيا، يعني
بيقولوا لك البيت مش شمس، البيت مهوى، فانت بترتاحي. صح. فبدنا نفهم اول شيء الشمس. المصدر الثاني للطاقه اللي هو المجال الكهرومغناطيسي الارضي. نعم. هذا المجال لنفرض انه هي عندنا الكره الارضيه، فهذا المجال بيمشي من الجنوب للشمال، فهذا التدفق هو اللي انا بدي ادرسه بشكل اساسي بالبيت. بشكل اساسي في عندنا احنا الاجهزه الكهربائيه بالبيت. هلا الاجهزه الكهربائيه لما بده يتدفق الحقل الكهرومغناطيسي الارضي من خلالها فراح يصطدم فيها. بالمطلق الاجهزه الكهربائيه كلها بتحمل تاثيرات سلبيه. فاذا انا كان عندي مثلا المجال الكهرومغناطيسي عم يمشي من الشمال للجنوب، فانا منطقيا ما بدي احط اجهزه كهربائيه بالجنوب مشان ما يصير في عندي، مشان ما يحمل التدفق المجال الكهرومغناطيسي الارضي بيحمل هذا التدفق بفوت لي على قلب البيت، فبمشي لي هذا التاثير السلبي بكامل البيت. فانا بدي ادرسها مثلا بمكان معين عكسي، مو شرط يكون عكسي، ممكن يكون محايد مثلا على الشرق او على الغرب. تمام. او اذا قدرت احطه بالشمال فهذا الشيء منيح. تماما. هي بالنسبه للديكورات. هلا اجمالا شيء كثير منيح كمان، مثل ما حكينا على الشيء السلبي بدنا نحكي على الشيء الايجابي. شيء كثير منيح بالبيت انه انا استعمله دائما بشكل اساسي هو النباتات. النباتات دائما تاثيرها كثير ايجابي بالبيت، وين ما حطيتها وشو ما كانت هي شيء ايجابي بالمطلق، مثل اشعه الشمس دائما بتحمل هيك في روح للحياه فيها بنحس. وبنفس الوقت كمان فيني انا اعالج فيها بعض المشاكل اللي بتكون بالبيت. فمثلا يعني احيانا انا بنحكم بحالات انه التلفزيون مثلا او البراد او اي شيء بيحمل تاثير سلبي بنحكم حطه بمكان معين. تمام. فانا المشكله انه ما بدي اهرب منها، بنفس الوقت انا لازم اعالجها. كيف بعالجها؟ فكيف بنعالجها؟ مثلا اني اذا عندي براد مثلا ممكن احط جنبه قصيص زريعه، ممكن احط جنبه شيء نبات اخضر. بغير انا حقل الطاقه كيف ماشي. ايه. فالتدفق لما بيمشي مثلا بيصطدم بالجهاز الكهربائي وبعدين مثلا بيصطدم بعده بالنبات، تمام، اللي حطيته. وبالتالي هذا الشيء بغير نوعيه الطاقه من شيء سلبي لشيء ايجابي. يعني هاي التفاصيل عن جد سالي حقيقيه كثير، لانه بنشوف كثير في ناس بيقولوا انه نحن مو مرتاحين ببيتنا، بس نفوت على البيت بنحس بطاقه سلبيه، هيك دغري بيقولوا. يمكن كلمه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه دائما على لسان العالم، فكل واحد بيحكي بهي الطريقه. هلا لا نحكي بتصنيف اكثر دقه شوي. هلا في عنا مثل ما حكيتي تفضلتي، في عنا طاقه سلبيه وفي عنا الطاقه الايجابيه. بس بنفس الوقت الطاقه السلبيه في لها كم، ممكن تكون طاقه سلبيه كبيره، ممكن تكون طاقه سلبيه منخفضه، وبنفس الوقت كمان الإيجابية ممكن تكون عالية ممكن تكون منخفضة. فأنا بدي انتبه للمشاكل اللي بتصير عندي إذا كانت الطاقة عالية أو منخفضة، وبنفس الوقت إذا كانت إيجابية أو سلبية. هلا النباتات مثل ما حكينا هو مغير نوعي فعال جدا، فيني استعمله بأي مكان، فهذا الشيء عم يغير لي نوعية الطاقة من طاقة سلبية لطاقة إيجابية. وبنفس الوقت أنا كمان ممكن تكون الطاقة الإيجابية عندي منخفضة فأنا ما أحس بتأثيرها، فأنا لازم أرفع من كمية هي الطاقة. في عنا كتير مغيرات انه بترفع الكم. هلا بالعمارة وبالهندسة في عنا اشكال معينة بتركز الطاقة بمنطقة معينة او بتضاعفها بمجال معين. هذا الشيء بيرجع للتصميم المعماري اذا بدكم. هلا تماما خلينا بس نحكي عن الزوايا الديكورات، يمكن هي لها اهمية. هلا الزوايا والديكورات طبعا الاهمية. هلا والالوان. هلا الالوان هي باب واسع جدا ممكن نتطرق عليه شوي. هلا بالنسبه للزوايا بشكل اساسي مثل ما حكينا انه لما عندنا المجال الكهرومغناطيسي الارضي بده يمشي، اذا اصطدم مثلا بجدار كان الزاويه قائمه بيناتهم، فهذا المجال او هي الطاقه بدها تسلك ثلاث اشكال. الشكل الاول انه هي بتخترق هذا الجدار او هذا العنصر اللي اصطدمت فيه وبتكمل، وجزء منها ممكن يمتصه هذا العنصر ويرجع شو يرجع يطلع. والشكل الثالث هو الانعكاس. فانا بمجرد اني ميل مثلا الجدار او العنصر بزاويه معينه، هذا الشيء رح يحقق لي اختلافات اذا كان مثلا قائم او اذا كان موازي للاشعه او الحقل الماشي او اذا كان مثلا كثير في عالم بتسال انه كيف بدهم يعرفوا هن سالي انه كيف الـ الاتجاه الكهربائي رح يكون ماشي بالبيت. يعني الحقل مثل ما قلت لك هو دائما يعني اتجاهه ثابت من الشمال من الجنوب للشمال حسب بقى مكان البيت الواحد. حسب مكان البيت كيف بنقول مثلا اشعه الشمس مثلا ثابته جنوبيه هي اكثر منطقه من الجنوب للشمال. تمام. فهون عندنا الحقل ثابت دائما من الجنوب للشمال. تمام. خلينا نرجع نكمل على الزوايا اللي كنا عم نحكيها. فبنرجع على الزوايا، اذا كان عندنا الجدار مثلا قائم فجزء كبير من الاشعه رح ينعكس عنا، وبالتالي ممكن اذا كان المجال مثلا بين الجدار والجدار، هون عم نحكي بشغلات شوي ممكن المشاهدين ما يفهموها، فممكن يصير في تخامد عنا هون بالطاقه.
فأنا مثلا ممكن أكسر جدار هذا بزاوية بسيطة كثير، ممكن درجة أو درجتين بس مشان ما يصير في عندي تخامض للطاقة. إذا ميلنا مثلا بزاوية ثانية ممكن نحصل على نوعية ثانية من الطاقة. هلا بشكل أساسي إحنا بجسم الإنسان في عنا 7 مراكز طاقة أساسية. هون فتنا بالنوعية شوي. هي المراكز الطاقة كل مركز فيها بيتأثر بنوعية طاقة معينة. فمثلا إذا ميلت جدار، هلا ما عم نحكي على جدار قائم، عم نحكي على جدار مايل. فهذا الجدار إذا ميلته بزاوية معينة ممكن يكون في تأثير على مركز من هاي المراكز. مثلا لنفرض إنه في عنا مثلا مركز رياضي، أنا كمهندس مثلا طلب مني إني أصمم مركز رياضي. فإذا مثلا الجدران كانت قائمة راح أحصل على نوعية طاقة معينة، بس أنا الهدف تبعي هو الرياضة، فأنا بدي أعزز أو بدي أفعل هي الغاية تبعي. فإذا ميلت مثلا الجدران بزاوية 60 درجة فهذا الشيء رح يحقق تعزيز لهي الفعالية اللي هي شو؟ اللي هي النشاط الرياضي اللي بهذا المركز. تمام. فكل زاوية في بتحقق أو تعمل لي تعزيز لفعالية معينة بمركز طاقة معين بهذا الجسم. هن شاكرات الطاقة الموجودة. تماما. يمكن في عادات خاطئة وسلبية بيقوموا أهل المنزل بممارستها. يمكن إنه لا هي القطعة الزريعة خلينا نحطها بالوسط، بيتخانقوا لا هلا بده يحطها على الطرف. قديش كمان مهم يكون عنا المام بهيدا القصة مشان كمان نبعد عنا أي طاقة سلبية، الله يبعد جميع الطاقات السلبية عن العالم. خلينا نحكي عنها. هلا احد الممارسات الخاطئه كثير بصراحه هي بالتصميم، بتجي قبل ما نحكي عن الزريعه. هلا كمهندس مثلا ما عنده درايه او ما عنده المام بموضوع الطاقه. هلا في عنا مكانين كثير خطرين بالبيت بالنسبه للطاقه، اول شيء هو الحمامات اللي هي دائما بتحمل طاقه سلبيه، فانا بدي ابتعد انه انا احط هي الحمامات مثلا بالاتجاه الجنوبي مشان ما تحمل لي طاقه سلبيه على باقي البيت. وبنفس الوقت كمان في عنا المطبخ. المطبخ هو كمان بيحمل بعض الطاقة السلبية، بس كمان في عنا كمية كبيرة من الطاقة الموجودة بالمطبخ. مثل مثلا في عنا فرن الغاز، فرن الغاز هو عنده كمية طاقة رهيبة نتيجة للنار ولعملية الطبخ اللي عم تصير. طاقة إيجابية ولا سلبية؟ كمية كبيرة. كمية. ما عندي نوعية هلا هون. هلا النار هي مثل أشعة الشمس. نعم. تعطي نوعية لكل المراكز الطاقة بالجسم، لكل الشاكرات. فكمية الطاقة هي ممكن تخلق لي مشاكل. فمثلا إذا أنا قاعد على جدار مثلا وراي المطبخ وكان على هذا الحيط الفرن الغاز، فهذا الشيء رح يزيد كمية الطاقة بالمكان اللي بعده، وبالتالي هذا الشيء رح يخلق لي مشاكل. ممكن يكون في قلق، ممكن يصير في وجع راس. فهي الأعراض كلها تبدل على أنه كمية الطاقة بهذا المكان هي مرتفعة. يعني هي معلومات لكل الناس يلي لسه ما صمموا بيوتهم أو لسه ما يمكن قسموها، منقدم لهم إياها. وأكيد في كتير معلومات تانية بدنا نحكي عنها إن كان أكيد. بالألوان وبتفاصيل تانية، بس بدها يمكن أوقات أكبر بحلقات جاية. كمان ملاحظة صغيرة على موضوع البيت. هلأ مثل ما كنا عم نحكي هلأ قبل الهواء، أنه في كتير عالم بتكون بالبيوت تبعها قاعدة إلى فترات طويلة، كان 20 وكان 30 سنه بدون ما يغيروا ديكورات البيت. لازم يصير في تغيير. فاذا ما كان في يعني ما كان في قدره مثلا اني اغير انا ديكور البيت بشكل كامل، ممكن انا اعيد ترتيب بس بعض الاماكن. اكيد مطلوب التجديد. وهذا اكيد مشان نبعث الطاقه الايجابيه لنا ولتفاصيل حياتنا. بنتشكر وجودك معنا استاذ ضياء عكاري، دبلوم بطاقه الحيويه. شكرا كثير. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم.